بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في جزء. يقول السائل: من أين سيأتي ابن سلمان بالمال لإسكات الناس لو صار دخل الدولة السنوي لا يكفي للرواتب؟ والله عنده حلين أو ثلاث حلول. الحل الأول مزيد من الاقتراض، والآن زاد عن 1.1 تريليون، يعني 1100 مليون، 1100 مليار، 1100 مليار، يعني زاد الدين القومي من 40 مليار إلى 1100 مليار، غير الديون اللي أخذها باسم أرامكو والديون اللي أخذها باسم صندوق الاستثمار، كلها الدولة. يعني إذا حطيتها مع بعض يمكن يطلع عندك 1.5 تريليون الديون. وبما أن الدولة تنتج نفط، وبما أن المؤسسات المالية العالمية شرهة، ما عندها مانع الشعب يعاني بكرة يدفع جزء كبير من دخلها القومي، دخلها السنوي، فوائد للديون، ما عندهم مانع يقونك. إذا صارت الميزانية تريليون، نفقات تريليون، يصير منها 200 مليون، 300 مليون، كلها فوائد ديون، ما عندهم مشكلة المؤسسات المالية العالمية. فهذا الحل الأول. الحل الثاني مزيد من الضرائب. يعني هناك إشاعات قوية أنه، لأنه سعر النفط احتمال تنزل، هناك إشاعة قوية أنه يفرض ضريبة الدخل اللي السعودية قالت يعني اقسمت أيمان مغلظة من قبل محمد بن سلمان وبعد محمد بن سلمان أنه ضريبة الدخل مستحيل تفرض على الناس. فاحتمال قوي تفرض، وضريبة الكوربريت تاكس، ضريبة الشركات، تفرض هاتان ضريبتان، مع أن الكوربريت تاكس بدأوها، لكن بدأوها على خفيف. والاحتمال الثالث هو تخفيض قيمة الريال. خلق مثل أعتقد ما راح يلجأوا له إلا إذا نزلت أسعار النفط نزول خطير. الآن حسب تقديرات، وسمعوني يعني في ناس كثير ما يهتمون بهذا الموضوع، المفروض يهتمون. الآن تقديرات المؤسسات المالية العالمية أن السعودية تحتاج برميل، سعر البرميل 96 دولار للبرميل، وتحتاج الإنتاج الحالي أكثر منها شوي. طيب بكرة تصل سعر البرميل الآن بالسبعين، بداية السبعين، 70 69، طيب بكرة ينزل 50، يعني أنت كل برميل نخسر فيه عن المطلوب حوالي 40 دولار. وش كيف يدبر، كيف يدبر فلوس؟ فقد يصل إلى مرحلة تخفيض قيمة الريال. إذا وصل إلى تخفيض قيمة الريال راح يكون كارثة، الرواتب راح يستلمها قيمة، لأنك أنت تشتري الحاجات بالريال لكن قيمتها الحقيقية أقل، وأنت راتبك نفسه ما تغير. نعم. طيب كثير من المواطنين لا يهتمون باستنفاذ الاحتياطي وزيادة الدين القومي، أو حتى يمكن ما يفهمون، لأنهم يقولون أمريكا عندها ديون وهي أعظم دولة في العالم، والصين كذلك عندها ديون، بريطانيا عندها ديون، اليابان عندها ديون، فما هي الطريقة لتنبيههم أو لتفهيمهم الخطر الحقيقي الذي سيلحق بهم إذا انهار الريال؟ الصين ما عليها ديون، الصين عندها فائض ب3 تريليون دولار، مو ريال، 3 تريليون دولار، ما عندها ديون، الصين متراهية وتشتري بسهولة، تشتري ديون الآخرين يعني بسهولة. يعني مثلا السعودية عندها مو ديون، عندها سندات، مشتري سندات لأمريكا وما تقدر تسيلها الآن، يعني سندات يعني فائض سعودي، فائض مالي، عندها سندات اشتريتها من أمريكا بقيمة مثلا 100 مليار، تشتريها ما تقدر تسيلها السعودية الآن، في نظام ما يقدر تسيلها بقيمة 100 مليار، تشتريها الصين ب80 مليار، تكون ربحت 20 مليار، تشتريها وبعدين هي يعني تنتظر إلى أن تسيلها أمريكا، وتكون السعودية خسرت 20 مليار بسبب أنها مضطرة تكيش الأموال، مضطرة تسوي تأخذ كاش. فالصين ما عندها ديون، أمريكا عندها ديون، لكن ديونها أمريكا وبريطانيا معظم ديون، بالذات أمريكا ديونها داخلية، فأنت ما عندك مشكلة إذا ديونك داخلية. يعني أنت حركة المال داخلية، ما أقول ما عندك مشكلة، لكن المشكلة أقل بكثير إذا كانت الديون داخلية، أقل بكثير، لأنك يعني أنت حتى لو كانت الديون كبيرة أنت حركت المال داخليا. طبعا هناك يعني قلق في أمريكا من تعاظم الدين القومي، قلق كبير وعدم إدراكه، يعني هم يعتبرونه خطأ، لكنه ما يقارن بالدين الدين عند الدول التي تأخذ تقترض من الخارج. يعني محمد سلمان استنزف المعاشات والتقاعد والتأمينات، واستنزف البنوك
ما اضطر يلجأ للخارج، اضطر للخارج باسم أرامكو باسم غيرها. فهذا يختلف عن أنك تستدين من الداخل. حتى الاستدانة من الداخل السعودية تختلف، لأن المؤسسات المالية عندنا ضعيفة، ما هي مثل أمريكا. أمريكا أمريكا مجموع المال في المال الذي تمتلكه كل المؤسسات المالية تقريبا 50 تريليون، 50 تريليون أو أكثر، كل مؤسسة 50 تريليون. ما هي يعني البلد فيها اقتصاد ضخم جدا، ربع الاقتصاد العالمي، ما عندها مشكلة يتداول المال داخليا. فلكن دعنا من هذا، الناس ليش ما يشيلون هم الدين؟ لأنه ما يدركون، ما يفهمون، يجي راتب وما يدرك أنه غدا بسبب تراكم الدين القومي، بسبب انهيار الاحتياطي، مسلمان قاعد ينفق بالهبل، قاعد يصرف بالهبل، يعني ينفق بدون حساب. فاضطر يأخذ من الاحتياطي، الاحتياطي 3 تريليون صار أقل من 0.5 تريليون، واضطر يرفع الدين القومي من 40 مليار إلى 1100. صار عندك هذه 3 تريليون وتريليون، هذه 4 تريليون. 4 تريليون ما شفنا آثارها، اختفى 3 تريليون من الاحتياطي، واختفى وأربعة وتريليون كامل من الدين القومي، وين أثرها؟ إحنا عندنا نفط، الدولة تنتج كمية هائلة من النفط، ما استفدنا منه. الفقر والبطالة والخدمات والسكن، الناس لا تزال تعاني، وهذا غير الأمور الأخرى. فالناس يجب أن يعوا أهمية هذه الأمور. ما يصير أنت ما تفهم إلا راتبك بس، ولا تفهم إن وظيفتك، صير أنت عاطل والله، بس ماسك طوابير أنت بتحصل وظيفة، وإذا حصلت وظيفة ترضى، وإذا حصلت وظيفة تزعل. يا ابن الحلال، يجب أن تفهم أن هذا البلد عنده مشكلة كبيرة في الدين القومي، وعنده مشكلة كبيرة في انهيار الاحتياطي، وعنده مشكلة كبيرة في الصرف السنوي الخرافي الذي لا يمكن تغطيته بداخل الدولة. نعم. يقول السؤال: ما هي مصادر المال العام التي يبعثرها بن سلمان غير الدخل السنوي للنفط؟ عندك النفط أولا، النفط العادي، ثم هناك من نفط المنطقة المحايدة في الكويت والعراق، هذا ما محسوب من ضمن الميزانية، ونفط الرميلة اللي قريب من الإمارات ما محسوب كذلك ميزانية. ما ندري شو فيه سلمان. ودخل الغاز كذلك ما ندري، ودخل المعادن، أنت عندنا ترى معظم المعادن عندنا حتى اليورانيوم ما ندري شو قاعد يسوون فيها الآن سعودي. يعني قبل محمد بن سلمان كانت معطية الامتيازات للمورة واحد، كل أمير ما أخذ الامتياز لأحد المناجم، واحد للذهب، واحد للفضة، واحد للمنغنيز، واحد للفوسفات، واحد كذا، والبلد ما مستفيد شيء. محمد سلمان كوش عليها كلها، لا، والبلد ما مستفيد منها، كلها محمد بن سلمان. فأنت تتعامل مع دخل، طبعا هذا غير الضرائب، وغير دخل الكهرباء، وغير دخل السابق، وغير دخل الشركات والاستثمارات اللي في الخارج. فأنت تتعامل مع دخل لو حسبناه حقيقة قد يزيد عن النفط، يعني دخل المجموعة هذه القائمة. أنت في ناس كثير ما يعرفون الناس، يعني أنت الآن مرور الطائرات في الأجواء السعودية فيه دخل ضخم، في عدة مليارات مرور الطائرات اللي غير سعودية في الأجواء السعودية يجب أن تدفع، بقائها في المطارات السعودية يجب أن تدفع، الفنادق تدفع، كل نزيل يدفع مقابله ضريبة، ضرائب البلدية، أنت عندك كمية هائلة من الدخل ما ندري عنه. يتعمد بن سلمان وغيره لإخفاء هذه الحقيقة حتى لا يلام أنه وين هذه الفلوس. فإذا نحن نتعامل مع مبلغ قد يزيد أصلا على الدخل النفطي. نعم. طيب جوابك هذا دكتور ممكن يعني يشعر الناس بشيء من الاطمئنان، أنه بالفعل حتى لو نزل أسعار النفط ممكن هناك في دخول أخرى زي ما تفضلت أنت، أنه دخله قد يتجاوز دخل النفط، فممكن حد بن سلمان يعوضهم بهذا الطريق. صح، إذا كان محمد بن سلمان يشعر بالمسؤولية تجاه الشعب، وعنده قدرة على أن يوقف عجلة التبذير، لكن ما عنده قدرة، يعني هو الآن تورط في سلسلة تبذير خرافية، استثمارات مضحكة ما يقدر يوقفها، وعنده أصلا عقلية كل شيء نحل بالفلوس. هذه طبعا قبلها موجودة لكن الآن ازدادت. ما عنده مشكلة، هو أصلا هو نظريته أنه الناس لو ما حصلوا راتب ما هي مشكلة، مثل مصر، ما دام عنده فلوس يعطي للجهاز الأمني، وفلوس تعطى للجهاز العسكري، فلوس للقضاة، فلوس للجهاز الإعلامي، خلى المواطنين العاديين يطقوا راسهم بالجدار،
يشربون مية البحر. ما 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 له قيمة الإنسان إذا ما عنده ناس في الجيش، ولا عنده ناس في الأمن، ولا عنده علماء، ولا عنده قضاة، ولا عنده إعلاميين، عنده يتيم، ما عندك قدرة تسوي شيء. فمتى يصير عندك قدرة؟ إذا كنت واعي، إذا كنت هو الآن يساهم وغيره يساهمون في قتل الوعي، ومع الأسف شديد يعني ليس بجهده لكن بجهد أخواننا الله يسامحهم الذين دخلوا السجون، القيادات الصحوة الذين ساعدوا الدولة بقوة في قتل الوعي تجاه المسؤولية السياسية. فإذا هو أصلا ما يهمه، حتى لو ما دام أمن رواتب الجيش وأمن رواتب الأمن وأمن رواتب القضاة والعلماء والإعلاميين وبعض شيوخ القبائل، البقية إن شاء الله يموتون جوع، ما عندنا مشكلة. نعم. يقول السائل: ما هي أوجه إنفاق المال العام التي لا تنفع الوطن ولا المواطن؟ هذه بلها قائمة طبعا، لكن أول حاجة هذه المشاريع الخنفشارية، مشاريع النيوم والكدية والبحر الأحمر والمكعب اللي ناوي يسويه، مدري بدأ فيه ولا ما بدأ فيه، والحفلات، الحفلات اللي ينفق عليها يعني مئات الملايين وربما مليارات. يعني الدولة الوحيدة في العالم، أكرر أنا وأودي الناس يكررون هذه المعلومة، الدولة الوحيدة في العالم التي تنفق على المهرجانات الاحتفالات، الاحتفالات أصلا شركات تستفيد منها، مو الدولة اللي تنفق، هذا الدولة تنفق حتى تفسد الناس وتخرب الناس. وعندك كذلك الاستثمارات الخطيرة، كل شوي نسمع عن استثمار خسر مسلمان، مثل استثمار سوفت بانك اللي في اليابان اللي اتخذ قرار خلال 45 دقيقة وضع 45 مليار دولار، راح منها على الأقل 15 مليار خلال مدة بسيطة، ويقال أنها حتى البقية اختفت. استثمار مع كوشنر راح منها مليارين، استثمارات أخرى كثيرة. ما هو يعني يدعون أن هذه الاستثمارات قائمة على دراسة، أبدا، قائمة على النزوة عن محمد بن سلمان وعلى إرضاء الأمريكان والغربيين، أنه والله ترى أنا عندي فلوس أقدر يصير لي حضور عندكم في الشركات الفلانية والشركات الفلانية. نعم. طيب تقدر تعطينا تقريبا نسبة على ما ينفق من المال العام على أمور لا تنفع الوطن؟ صعب حساب النسبة، لكن إذا قلت إننا لا أنها لا تقل عن 40%، أنا لست مبالغ. أنا قلت 40%، لست مبالغ، وقد تصل إلى 50%، يعني نصف دخل الدولة ينفق على أمور ما تنفع، هذا غير الهدايا اللي يعطيها الأخوان وعيال عمه يسكتهم. يعني يعني ترى لا تزال عطايا الأسرة كبيرة، الناس يحسبون خلاص توقفت، لا لا يزال يعطي الأسرة، وخاصة أخوانه قاعد يرمي عليهم فلوس بالهبل، وتركي الشيخ عنده شوك مفتوح، والثاني شو اسمه سعود القحطاني شيك مفتوح، وكل المقربين منه لديهم شيك مفتوح، وما عنده مشكلة. يعني إذا جاء واحد من اللي يطلبوا منه شيء يوافق هواه، إذا طلب مليون يعطيه 10 ملايين، إذا طلب مليار يعطيه 10 مليار. فالرجل ما والعياذ بالله ما عنده أي مسؤولية تجاه مستقبل البلد. فإذا قلنا 40 إلى 50% ما بلغنا،